مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد موسى صاحب مخبز مدينة خليفة الدولي وبالتحديد في دولة قطر. بداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وأنا صاحب المخبز مدينة خليفة الجنوبية وأهلا وسهلا. شكرا سيد موسى. تحكي لنا شوي عن بداياتك، أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المخبز وكيف اتجهت لهذا المجال؟ أنا فتحت المخبز من يعني أنا كان أول أبوي فتح المخبز. ونحن بعد من أيام صغير يعني في المخبز هنا من قبل 40 سنة، الحين فوق 40 سنة تقريبا، الحين من سنة 1975. شو هي الخدمات والأصناف اللي أنتم بتقدموها عندكم هون؟ عندي خبز المحسومون، الخبز البلدي، خبز البلدي، وعندي فطائرات، جبنة بالزعتر، جبنة السادة، لبنة، جبنة بالسمسم، وعندنا صفيحة، وعندنا فول حمص، هذا اللي عندنا. نعم، بس شو اللي بيميزك عن المخابز الثانية؟ والله عندنا كل شيء مميز والجديد الفريش، نفس الطلب بسوي لهم، من فطائرات، من خبز، عندي جبنة بالزعتر وجبنة السادة وجبنة بالسمسم، لبنة سمسم، لبنة زعتر، عندنا صفيحة، فول حمص، كل يعني عندنا مميز تمام. نعم، شو هي المشاكل اللي انت بتواجهها كصاحب مخبز؟ مشاكل والله اقول لك، ايجارات الغالي، ماي كهرباء الغالي، والسعر الحين سعر الخبز من فوق 40 سنة ممكن 50 سنة لليوم 5 ريال. نعم، اول كان ايجار المحل هنا اجرنا ب 900 ريال خبز 5 ريال، اليوم ايجار 10,000 و7,000 غير البيت. نعم، ما نفس السعر، ما يغيرون سعرنا. نعم، نفس السعر الاول كان ابيع، يوم كان الاول ايجار 900 ريال وماي كهرباء يجي بكم؟ 200 ريال، 100 ريال، 200 ريال، اليوم ماي كهرباء بيجي ثلاثه في الصيف 3500. سعر الخبز نفس السعر الاول كان، ما غيروا. نعم، بس لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ كل الناس لدولة القطر وشعب القطري والمقيمين وزبوننا، مشكور عليهم. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع مخبز مدينة خليفة الدولي؟ تحكي لي أكثر وين مكانكم وطرق التواصل معكم. مدينة خليفة الجنوبية، شارع ثابت بن قيس، معروف كان أول اسمه هنا يسمونه غزة. نعم، مدينة خليفة الجنوبية. نعم، شكرا. عفوا يا اخي. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد موسى على حسن استضافته لنا وعلى أمل لقائي بكم جدا. شكرا. شكرا. نورت شاشتنا.